اهلا وسهلا فيكم اصدقائي في حلقه جديده في يوم جديد في موقع جديد غير الموقع اللي كنا فيه ماشي، لكن الاشاره اليوم اشاره حلوه واشاره خفيفه تمام، يعني بتنبسطوا عليها، يعني اشاره اتوقع انها موجوده في كل مكان ومش انه حصريا مثلا لمكان معين او الى اخره او حضاره معينه. هاي استعملوها الحضاره اليهوديه، استعملوها الحضاره الرومانيه، اشتغلوا فيها الاتراك، يعني اشتغلوا فيها تقريبا كل الحضارات الموجوده ماشي، خصوصا البيزنطيه كانت كثير تشتغل فيها تمام. اشاره اليوم هي عباره عن اشاره الحيه، طبعا مش مشترك في القناه يشترك في القناه ويفعل الجرس عشان يشوف الحلقات السابقه والحلقات الجايه ويستفيد ويشوف الشغلات اللي احنا بنشوفها وبندور عليها وبنشرح عنها على اساس يستفيد. طبعا ميدانيا ما في حدا بعطيكم يوميا فيديو ميداني تمام للشغل الميداني بالذات وللفحص لبداية الإشارة ونهاية الإشارة والفحص تبعها ونعرف إنه فيها معدن أو لا، لكن إحنا ما بنحفر ماشي لأسباب قانونية، ما بنقدر نحفر لأنه ممنوع الحفر، لكن إحنا بنعلمكم كيف تدوروا على الإشارة وكيف تلاقوا الإشارة وكيف تشتغلوا عليها بالطريقة الصحيحة. طيب نحكي عن إشارة الحية اليوم تمام. عندي أكثر من حية، طبعا أكثر من حية متصلات بنفس المكان تمام. عندي الحي الأولى، هاي هي الحي الأولى تمام، هون منفصلة لكن هون متصلة كاملة تمام. هاي الحي الأولى، الحي الثانية أصغر منها هاي هون، الحي الثالثة تمام، هاي أنا ما بدي إياها لأنها تمويهية، هاي أعطتني تمويه بما إنه في حي أولى وحي ثانية، إذا الثالثة أعطتني تمويه أبعدتني عن المكان. طيب شرح الإشارة هاي بسيط جدا وما في اي تعقيد، يعني ان شاء الله انه ما في عندنا اي تعقيد في شرح الاشاره، شرح بسيط جدا ماشي الكل بيفهمه والكل بيستوعب الفكره تبعته تمام. الان اول شيء راح نشتغل عليه اللي هي اشاره الحيه اللي فوق، هاي اول وحده تمام، نظفناها اليوم عشان تبين معاكم بالطريقه الصحيحه. راح نشتغل على هاي الاشاره وعلى هاي ماشي، لكن بالبدايه راح نشتغل على هاي نشوف شو الوضع تبعها. طبعا الحيه عندي الان تقريبا فيها قديش فيها، هاي بحدود 25 تقريبا 25 سنتي تمام، نحكي على حي 25 سنتي. الان لو اجى هاي الحي عندها جرن هون في المنطقه هاي كان قول التوجيه ماشي، لو اجى جرن في المنطقه هاي كان حكيت توجيه، لكن الحي هاي اصلا ما اجى معها جرن من هون ولا اجى معها جرن من هون. الان بنعتمد في الحي دائما بنعتمد توجيه الجسم تبعها، يعني الجسم نفسه بعطيني تمويه، جسم الحي هذا هو بعطيني توجيه، جسم الحي هذا هو. الان التوجيه تبع الحي الرئيسي اللي هو في البطن تبعها هذا هو، عندي توجيه اول توجيه ثاني تمام. طبعا احنا الحيه ما معنى الحيه وعلى ايش بتدل الحيه، الحيه عندنا دائما يا بتدل على قبر او بتدل على ران، لكن 90% منها قبر مش ران تمام، قبر مش ران. طيب الحيه الان موجوده عندي توجيه اول توجيه ثاني في نفس الاتجاه، الان توجيه الاول اجى معاه توجيه بسيط جدا لاتجاه تمام، يعني اجى هاي التوجيه الاول اجى معاه توجيه لاتجاه، الجزء الثاني التوجيه الثاني أجى معاه توجيه لكن رجع على نفس الاتجاه هذا، يعني التوجيه أجى بسيط جدا في هذا الاتجاه رجع على هاي نفسها، إذا هذا التوجيه حقيقي. إذا بأخذ التوجيه الأول ماشي بروح بالاتجاه هذا اللي هيك. طيب لو أجينا قلنا الحي الثاني هاي شو معناها، إذا هاي الحي أعطتني توجيه ماشي، التوجيه الثاني شو معناه، ليش طب هذا التوجيه راح بالاتجاه هذا وهذا التوجيه لو بدنا ناخذ هاي تمام راح يرجعنا للحيه وراح يرجعنا بالاتجاه اللي هو هيك مش بالاتجاه هذا اللي هيك، الاتجاه اللي هيك تمام. الان اعطاني الحيه اشتغل على الحيه وخلص الحيه واعطاني توجيه حيه بسيط لكن حكى لي انه البوابه بالاتجاه هذا تمام، حكى لي انه البوابه بهذا الاتجاه، ما خلاني اروح بالاتجاه هذا، مع انه كل الاشاره شغل ايد، يعني اذا قربنا راح تلاقوا انه هاي شايفين هاي تلييسه كله شغل ايد ماشي، اشاره حقيقيه صحيحه مليون بالميه. طيب شو الفاصل هذا اللي موجود هون تمام، عنده فاصل حاطه هون هيو ماشي، شو الفاصل هذا اللي حاطه هون، هو بما انه معطيني حيه والحيه شغلها صحيح تمام. بالله احمد خليك وراي، انا بس طلع لي حيه هسه، طلع لي عن جد حيه عن جد،
تمام خلي كان هان وراي بس بلاش تطلع هي وانا مقرمز هيك اللي هي ماكلتني تمام. الان شو الحجر هذا اللي موجود هون واللي اعتمد انه يحط الحجر هذا في النص او يعني يعمل الاشاره بهاي الطريقه ماشي. طبعا هو فتح ما بين هون وهون يعني سامحونا معني بحبش اعرض اي اشي على اليوتيوب له علاقه بالاسلحه والهذا لكن مش مشكله تمام. اعتمد وجود التوجيه اعتمد وجود الحية آسف واعتمد حط هاي القطعة اللي هي هون لكن الحية نفسها متصلة اتصال مباشر مع هاي تمام. شو سوى هون العملية هاي اللي هون شو سوى؟ أعطاني توجيه نفس توجيه الحية هاي يعني أعطاني توجيه الحية هاي وتوجيه من الذنب خلينا نحكي لكن بالاتجاه هذا اللي هو اتجاه البوابة ماشي اتجاه البوابة يعني سهل علي المهمة مع انه لو انه انا دخلت من هنا الله اعلم ما اتوقعش اني اوصل لانه راح تكون منطقة بهذا الشكل ما اتوقع اني اوصل تمام. فاعطاني الحل الثاني الشغل الثاني هذا هو واعطاني هون اعطاني رمزية انه في عندي توجيه بسيط هون لكن الحي فصلها بهذا الحجر هذا. ليش فصل الحجر هذا؟ لانه الموقع بكون مش مرصود هم بيعتبروه هاي الحركة اللي سووها انه هو مرصود لكن هو مش مرصود ماشي. الموقع فيه مصايد تمام بيحكي عن مصايد يا اخوان موجودة هون. طب شو ثبت لنا وجود المصايد؟ راح نشوف هسه حية رابعة مش حية ثالثة حية رابعة. عندي حية اولى حية ثانية حية ثالثة ماشي اعتمد فيها التمويه موهني قال لي بتدخل من هون راح تسخر معك بس انت بتدخل من هون عشان اغلبك تمام. الان الحية الرابعة ماشي اشتغل عليها واعطاني شغل الها خاص تمام. هاي الحية الرابعة دقيقة هنا نضفها مع انه حاط فيها تمويه لكن نعتمدها ما فيش مشكلة. هاي الحية الرابعة لكن شو حكالي حكالي بتروح من هون بتروح بالاتجاه هذا ماشي روحها بلا رجعة تمام. بتروح من هذا من هون في مصايد تمام. ثبت لي وجود المصايد اللي أنا حكيت عنها هون ثبت لي وجود المصايد بالإشارة كويس. قال لي من الاتجاه هذا لكن في مصايد بدك تروح من هون حكالي بدك تروح من هون روح ماشي دور على إشي إنك تشتغل عليه لكن بالآخر ما راح تلاقي لأنه إذا رحت أنا بالطريق هاي هيك ما راح ألاقي إشي راح أبعد عن الهدف اللي إحنا فحصنا على السياخ عشان نعرف إنه موجود هدف ولا لا تمام. راح يبعدني عن الهدف وديني بالاتجاه هذا مع التمويه اللي حطه هون ماشي لكن أعطاني هاي أعطاني إنه فيها مصايد داخلها. طيب على إيش دخلنا؟ طبعا هاي الحية إحنا حطيناها هون على إيش دخلنا الموضوع كله؟ طبعا مشينا بالاتجاه الصغير هذا واعتمدنا التوجيه تبع الذنب اللي هو بالاتجاه هذا على ايش وصلنا ماشي. اعطانا اشارة اللي هي المثلث ماشي رمزية طبعا المثلث نفر مش حفر ماشي اللي هو رمزية وجود المقبرة او رمزية وجود المدافن تمام. اعطانا المثلث هذا هي ماشي اعطاني جنب المثلث دقيقة نجيب الشوكة اعطاني جنب المثلث لجف خارجي ماشي عشان شو سوي فيه عشان يتوهني بزيادة ماشي. اعطاني لجف خارجي واكد لي على اللجف الخارجي بهذا الجرون هيو شايفين الجرون اكد لي على اللجف الخارجي. شو سوى فيه بهاي العملية؟ قال لي عندك رمزية المثلث اللي هي وجود مدفن لكن بدك تنزل لتحت تمام. توهني للمرة الثانية ماشي توهني للمرة الثانية. الآن اعتمدنا على شغل ثاني خلصنا احنا من رمزية المثلث لكن حط في توجيه طبعا من جوا داخل في عندي توجيه ايوه شايفينه في توجيه داخلي بدخل معي لهون ماشي. اعتمدنا انه هون في مدفن واعتمدنا انه الإشارة تدل على وجود مقبرة ماشي. اذا ثبت لي شغلتين لكن موهني بأول مرة وموهني باللجف الخارجي اللي هو باللجف الخارجي يعني بده ينزلني لتحت راح يخليني انزل من هنا من المنطقه هاي وما راح يطلع معي شيء تمام. الان وضع لي اشارات ثانيه طبعا نشتغل فيها هنا داهيه يا اخوان يعني فعلا انه داهيه وفاهم شو بسوي وفاهم شو بيعمل يعني معلم خليكم معنا.
الآن إحنا وصلنا للرمزية اللي حكينا عنها، اللي الجرو المثلث الموجود، طبعا الحي هاي وحي هاي إلى آخره مع التمويه اللي موجود إلى آخره. طيب شو اعتمد الباشا اللي إجا حط هاي الإشارة على إيش؟ اعتمد على الجزء اللي بعده، الجزئية اللي بعده، تمام. وضع لي إشارة اللي هي جرن تشكيل المغارة، تمام، لكن فتح لي إياه من الأعلى. أوكي، هذا جرن تشكيل المغارة لكن فتح لي إياه من الأعلى. طب ليش فتح هاي الفتحة من الأعلى؟ عشان لما أجي أنا أو يجي فلان أو يجي علان إلى آخره، طبعا في مربط هون شايفينه، هذا مربط هاي، عشان يجي فلان أو علان ماشي يجي يطلع هون ويقول لك والله هاي ماشي سيال مي تجميع مياه، إذا في بير تحت، تمام. اعتمد إنه يقولنا زي هيك إنه في بير تحت، خليك والله معنا، خلينا نشوف هالشغلة بلكي زبطت معنا. دقيقة خلينا نشوف شو بصير معنا. الشوك ذبحني، يعني ما بين واحد بيشتغل قاعد وبتشوك، بيشتغل وبتشوك. هذا ما ينفعش، خليك وياه بعدين، امسك بعدين اشتغل فيه. سمزعنا. طيب خلينا نكمل اخوان، فهمتوا شو هذا لحالكم، ما بديش احكي لكم انا شو، انتوا فهمتوا لحالكم صح؟ ترى كيف فتح؟ طبعا فاضي تحت هون، هذا مليان، شايفينه كيف فتح؟ اسمعي شد. طيب لا نكمل، اعطانا الرمزيه لكن فتح البوابه من فوق، يعني اعطانا كانه في سيال مي من هون، سيال مي هاي من هون نزلت بالاتجاه هذا. طبعا اللي بده يجي يشتغل عليها راح يجي يقول لك نزلت المي نزلت المي نزلت المي، برضه راح ينزلنا بهذا الاتجاه، والله العليم كمان انه هذا في مصايد وهذا وهمي، تمام. خلينا نشتغل على هاي. طيب شو اعطانا رمزيه بعديها، أو شو أعطانا فكرة بعديها؟ تمام، أمسك أحمد. شو أعطانا بعديها فكرة؟ لا هذا، لا هذا قشرة، هسا هذا قشرة، تمام، هذاك صحيح، هذاك حلو، هذا حلو ماشي. شو أعطانا رمزية بعديها؟ بتتذكروا الإشارة الدرج اللي جيت لكم حكيت لكم عنها وقلت لكم إنه بكون في إشي، يعني بكون في عندنا مثلا قبور، بعدين بطلع فوق لفوق منها قبور، بعدين بطلع فوق منها قبور، تمام. أعطانا رمز نفس الرمزية اللي حكينا عنها، تمام، اللي هي هون طلع ماشي. عندي هاي أول بسطة، هاي البسطة الثانية مع إشارة مغارة، طبعا حاط لي هون، هاي هون طبعا زي الدرج عملها ماشي نزولا لتحت، نفس العملية عمل إياها هون، هاي بسطة وهون بسطة وهون بسطة وهون بسطة، هي هون لا نزل لتحت. إذا أعطاني رمزية ثالثة ماشي، إنه يا حراني هون الشغل، تمام، يا فلان روح مكان ثاني، روح على نقطة ثانية وابعد عن المكان، لكن أنت يا حراني تعال اشتغل عليها، لا تمام وقف، تعال اشتغل عليها يا حراني وزبط لي وضعها. فقلنا له ماشي اوكي. طبعا هاي هون عندي بصمة أولى ثانية ثالثة، هي هيك جاية، وهي الرابعة، هاي أربع بصمات جايات لتشكيل مغارة. طيب راح نشتغل عليها هسه يا اخوان على الأسياخ، اوكي، خلينا دقيقتين ونرجع. طيب اخوان الإشارة هاي موجودة هون هسه، بدنا نروح، دائما احنا حكينا في كل الأحوال بنفحص فراغ بالبداية بعدين نفحصها معدن، تمام، عشان نأكد على وجود المعدن الموجود فيها له. أول شيء نفحصها فراغ عشان نعرف الإشي اللي موجود جوا شو هو، تمام. الآن الإشارة خلفي هيا هون،
ماشي، راح احطها وراي، هاي الاشارة بحطها وراي وامشي بالاتجاه هذا، بسيخ الفراغ فقط لا غير. تمام. اليوم انا يعني مش مهتم كثير اني اعرف ايش المغارة الموجودة جوا، عدل شوي هيك بس عشان مش مهتم كثير اني اعرف شو المغارة او شو حجمها او الى اخره، قد ما انا مهتم اني اعرف الرمزية هاي الموجودة هل يوجد فيها تكنيز او لا. فراح افحصها سريع على المغارة. تمام. يعني بنقدر نحكي ان المغارة صغيرة مش كبيرة، يعني فيها تقريبا ثلاثة. لا بدي اوقف في نفس الفراغ. حكينا احنا كثير، اعذروني على صوت الهواء هذا، في هواء. تمام. حكينا احنا كثير على موضوع هاي بنقول الهواء، موضوع انه الفراغ وتربيعة الفراغ وكيف انا اربع الفراغ وكيف اعرف اخيط والى اخره، فحكينا عن الموضوع هذا كثير. الان راح اخذها سريع سريع. تمام. اذا هي عندي هاي، باخذ طبعا نقطة النهاية ماشي وبشتغل فيها من هون هي. اذا جاية هاي الاشارة هون، جاية بالاتجاه هذا هيك يا اخوان، هيك اتجاه بسيط مواربي يعني. تمام. الان بدي افحصها معدن بطريقة سريعة، وما بدي اخر في فحص المعدن على اساس اعرف انه فيها معدن او لا. تمام. خلينا نعمل سلافة. فبدي افحصها هسه على المعدن بالطريقة السريعة يعني يا اخوان، ما بدي اطول كثير بالفحص عشان تبين معي الامور. الان انا فوق الفراغ بشتغل على الفراغ فقط لا غير. الان اعطاني اشارة، عدلت معي الاشارة لهون، تعالوا هون احمد، عدلت معي الاشارة لهون. تمام. راح اشتغل على التعديل اللي عدلتني اياها، راح ترجعني، رجعتني للمنطقة هاي. الان بفتح الاسياخ بالطريقة هاي. تمام. وبروح عليها عشان اكس نقطة صفر صحيحة مليون بالمية، عندي نقطة صفر هون المنطقة هاي. تمام. برجع بأكد عليها مرة مرتين ثلاث عشرة، شمال جنوب شرق غرب، على اساس يبين معانا. تمام. الان في اكثر من نقطة، مش نقطة واحدة، يعني اكثر من معدن داخل المغارة، ممكن اكثر من قبر، يعني كل قبر فيه شغلة. الان بأكد عليها اخر مرة. تمام. رجعتني لنفس الهالة. اذا عندي معدن، يعني عندي تثبيت معدن. الان اذا بدنا نيجي نشتغل على الاشارة بالطريقة الصحيحة، احنا حلينا الاشارة. تمام. حلينا الاشارة واشتغلنا عليها على انه شو بتدل وعلى ايش بتودي والى اخره، لكن اهم اشي في الموضوع هذا انه اليوم اشتغل على اشي ثابت، يعني بدل ما اروح انا اقعد كل اشارة افتحها وكل جرن وكل لجف افتحه وانا مش عارف هل في معدن او ما في معدن، ويطلع لي فخار جوا ويطلع لي مش عارف ايش. تمام. اليوم باكد على الشغل هذا، عندي شغل، عندي اشاره، عندي تثبيت، عندي مغاره، عندي معدن، اشتغلت، عندي كل الامور هاي، بس ما عندي معدن ما في داعي لشغل هذا، لانه الشغل بيكلف يا اخوان. الشغل مش اشي سهل انه الواحد يجي يشتغل على مجرد بس بده يحفر، هو مش راح يحفر بالطوريه والفاس، هو ممكن يجيب عده، ممكن يتعب الامور هاي. اذا بيحدد معدن، حدد معدن خلص من هالقصة كلها. تمام. وعرف انه فيها معدن، اذا ما فيها معدن بتركها ليجي واحد ثاني بده يكلف حاله وهو حر. تمام. فهذا اللي احنا بنحكي عنه كل مرة، وكل مرة بنشرح عن هذا الموضوع، انه خلي معك هالسياخ، سياخ بسيطة يا اخوان، حقهم دينار يعني مش جهاز، انت لو المسكت فيهم بتمسكهم من الشباك بترميهم بتروح بتجيب غيرهم. تمام. لكن الجهاز لو المسكت فيه ماشي، ما برجع الجهاز، راح، وضحت؟ لانه ممنوع. لكن السياخ بتمسكهم الشباك بترميهم، ما بتفرقش لو اخذوهم برضو، ما بتفرقش يعني ماشي. الشنطة هي عبارة عن فيها مفكات وفيها هذا، لو سألوني شو بتشتغل بقول لهم انا طبرجي، بقول لهم انا نجار. تمام. يعني بطلع حالي من المسؤولية، لكن الكو انتو بالنسبة الكو سياخ حقها دينار مش مستاهلة. لو شفتوا حدا جاي تمسكوا السياخ بترموها بتتمشوا، بتقولوا له احنا بنتمشى هنا، ما بيجي ما بمنعك انك تتمشى. تمام. فزي ما حكينا، حلينا الإشارة واشتغلنا عليها، واشتغلنا على النقطة من البداية لحد ما وصلنا لنقطة المعدن، حددنا نقطة المعدن. الآن الشغل مفروض انه يكون بهالاحترافية هاي، مش اجي اشتغل والله خلاص انا بس بدي احفر وخلاص، لا مش هيك يا اخوان. احنا بنروح على مناطق كثير بنلاقي بدل الحفرية، يعني لو زرعنا شجرة في كل حفرية راح نلاقيها اخضر صار الجبل من كثر الشجر اللي فيه. تمام. فبتلاقوا مناطق كثير محفرين متر نص متر مترين، طب على ايش شغالين؟ طب شو الاشاره اللي اشتغلتوا عليها؟ بتلاقيهم شغالين على جرن ولا على اشاره لجف ولا على مش عارف ايش، بتلاقيهم حفروا الجبل كله. ماشي. احنا ما بدنا زيك، احنا شويه احترافيه يا اخوان عشان تترزقوا، عشان
الجميع يترزق، احنا هذا كل الشغل عشان يترزقوا واحنا نترزق، تمام؟ للي بيحكوا احنا بناخذ من اليوتيوب، احنا بناخذ من اليوتيوب يا اخوان، واللايكات اللي احنا بنطلبها منكم هي عشان نوسع الفيديو، ماشي؟ عشان ما ضل حدا يقول لك انت بتستفيد من اليوتيوب، انت بدك لايكات. يا اخوان فيش حدا عنده قناه على اليوتيوب ما بيستفيد، تمام؟ خلينا نحكي على بلاطه، فيش حدا عنده قناه على اليوتيوب ما بيستفيد. احنا مش فاتحين هيك عشان والله شكرا، ما بزبط صح؟ لكن اليوم في واحد بعطيك شغل احترافيه وشغل انك انت تشتغل عليه وتوصل للنتيجه، وفي واحد بس شغل لتحكي وحكي فاضي ولا هو فاهم شو بيسوي، بس بيضيع في الناس ويقول لهم هاي الاشاره كذا وهاي الحضاره كذا، وثلاث ارباع معلومات فقط، تمام؟ احنا ما بدنا نعطيكم معلومات، احنا بدنا نعطيكم طريقه الشغل فقط لا غير. اعرف طريقه الشغل واشتغل، ما بدنا شيء ثاني. طبعا سامحونا على الكلمتين اللي حكيناهم، وشكرا للجميع للمتابعه، ونحاول ان شاء الله نعطي هاللايكات، نوصل الفيديو ل 10,000 لايك. شكرا للمتابعه.